بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. اتكلمنا من فترة عن قرعة الدوري، إن قرعة الدوري متأخرة. الحمد لله اتحملت القرعة، وحتى هذه اللحظة محدش طلع وقال لنا مثلا هي ليه قرعة الدوري اتعملت متأخر. أول سؤال هسأله لحضراتكم النهاردة، وأول سؤال بسأله لكل الناس أو لكل المسؤولين عن جدول مباريات الدوري. نزل حالاً؟ طب الحمد لله، الحمد لله. يعني أنا كانت الانترو اللي كنت هتكلم فيه مع حضراتكم هو ليه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري العام المصري. كان من المفترض أن يتم الإعلان عن جدول الدوري الممتاز النهاردة. فتخيل حضرتك دلوقتي الساعة 11 أو 11 وربع اهي، ولسه محدش كان نزل الجدول حتى هذه اللحظة، وكان من المفترض إن ده يحصل من الأسبوعين مثلا أو من أسبوع فات. فتقال إن المفروض الجدول هينزل النهاردة ونزل أسبوع واحد فقط. يعني اللي هنعرضه لحضراتكم أول لما يبقى معانا، هعرض لحضراتكم الأسبوع الأول من الدوري العام المصري. طب الاسبوع الثاني والثالث والرابع والخامس لغايه 18 ما فيش، ما حدش يعرف لسه عنهم حاجه. طبعا من الممكن جدا ناس تقول لك انت بادئ بدري تتكلم، وبادئ بدري ان انت تزعق، وبادئ بدري ان انت تقول، وبادئ بدري ان انت تنتقد. يا جماعه من فضل حضراتكم خليني اقول لكم ايه اللي بيحصل. احنا لما بنقول هذا الكلام انا لا ادعو لانتقاد حد، ولا اقول ان حاجه هتفشل مثلا، أو رابطة الأندية كذا، أو الاتحاد كرة القدم ما عندوش مش عارف إيه، لا خالص. أنا كل اللي بقوله يا جماعة قد تكون رسائل تحذيرية لما هو قادم. يعني بما إن حضرتك مش قادر تنزل لي جدول الدور الأول بس، بلاش الدوري كله، بلاش الدوري كله، مش قادر تنزل لي جدول الدور الأول، يبقى أنا عندي مشكلة. في مشكلة بتحصل، إيه هي؟ محدش عارف. النادي المصري اعترض على لعبه في برج العرب، لم تأتي الموافقات الأمنية، وأنا مش عايز حد بقى أسمع حد يقول لك أصل النادي الأهلي ما بيجيش يلعب مثلا في إسماعيلية، أو ما بيجيش يلعب في كذا، أو ما بيجيش يلعب في كذا. يا جماعة النادي الأهلي ليس له علاقة بهذا الأمر، مش أنا اللي بقول، ولكن أستاذ عامر حسين طلع وقال هذا الكلام على الهواء مباشرة. قال لك إن يا جماعة ده أمن، هو اللي بيقول النادي الأهلي يلعب هنا أو هنا. النادي الأهلي بيكن كل احترام وكل تقدير لأهل إسماعيلية كلهم وللنادي الإسماعيلي وكل بلد وكل محافظة موجودة في مصر. ولكن يعني النادي الأهلي على فكرة، وده كلام الأستاذ يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي اللي قال إيه؟ شكر النادي الأهلي من شوية في بعض التصريحات الصحفية، وقال أنا بشكر النادي الأهلي على وقفته معانا. المباراة هتتلعب في برج العرب، ولكن النادي الأهلي كان موافق يلعب في أي حتة عشان خاطر النادي الإسماعيلي. ده مش كلام إسلام ولا كلام أي حد تاني، أهو اتفضلوا حضراتكم. المهندس يحيى الكومي، الأهلي تعاون معنا لحل أزمة الملعب وأتمنى الفوز عليه في افتتاحية الدوري. طبعا كرئيس للنادي الإسماعيلي يتمنى الفوز على النادي الأهلي، لكن أنا كأهلاوي أتمنى الفوز على النادي الإسماعيلي، طبيعي جدا.